السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى. اليوم وصفتنا جد سهله وعلى طلبكم، ساندويتشات للمدارس، الاطفال المدارس، ساندويتشات منزليه خفيفه، ساندويتشات جد سريعه. فاليوم عندنا اكثر ساندويتش مشهور بالعالم وهو كلوب ساندويتش. كنا بنحب كلوب ساندويتش، الناس الكل تذهب الى المطاعم وتطلب كلوب ساندويتش، لكن لما لا نقوم بتحضيره بالبيت؟ لانه جد سهل، جد لذيذ، غير مكلف وغايه في الروعه. فخلوكم مع الوصفه لانها جد سهله وتستحق تجربه، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. من غير ما نطول عليكم خلوكم مع الفيديو. فبسم الله على بركه الله، نحتاج الى مرتديلا هام او سلامي، يعني اي نوع من الكولد كات. نحتاج الى جبن، اي نوع من الجبن يمكنكم استخدامه. نحتاج الى صدور دجاج مقطعه الى شرائح جد رقيقه، بيضة واحدة، شرائح طماطم، خس، ملح وفلفل أسود للدجاج، مايونيز، وشرائح من الخبز. الخبز يمكنكم استخدام الخبز الأبيض أو شرائح الخبز الأسمر على حسب ذوقكم. أول شيء نقوم بتحميس الخبز بمقلاة، إذا كانت متوفرة عندكم محمسة خبز فهذا أحسن وطريقة أسهل. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش فالمقلاة كافية. ثم نقوم بقلي شرائح الدجاج بمقلاة جد ساخنة، نضع القليل من الزيت أو الزبدة، نقوم بوضع شرائح الدجاج، قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، ونقوم بطبخ شرائح الدجاج جيدا. يجب أن نتأكد أن الدجاج مطبوخ جيدا على كلتا الجهتين، يمكنكم إضافة ملح وفلفل أسود من الجهتين. ثم نقوم بإزالة شرائح الدجاج ونضع بيضة واحدة في المقلاة نفسها. نقوم بإضافة قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، ثم نقوم بطبخ البيض على الجهتين. فإن لم تكونوا تحبون البيض يمكنكم الاستغناء عنه. بعد طبخ البيض من الجهتين نمر إلى مرحلة التركيب. نأخذ أول شريحة من الخبز، نضع مايونيز، ثم نضع خس، ونضيف قطع طماطم، نضع مرتديلا أو أي نوع ثاني، نضع الجبن، ثم نقوم بوضع الشريحة الثانية من الخبز، نضع مايونيز مرة أخرى. فهنا كمية المايونيز على حسب ذوقكم، يمكن أن تضعوا كمية قليلة أو كمية كثيرة. نضع مرة أخرى شريحة من الخس، نقوم بإضافة شرائح طماطم، ثم نضع شرائح الدجاج، ونضع البيضة المقلية من فوق. نقوم بإغلاق ساندويتش بآخر شريحة، يمكنكم أيضا وضع المايونيز بها أو بدون. ثم نقوم بقطع وقص الجوانب، فيمكنكم ترك الجوانب، فإن لم تحبوها فيمكنكم إزالتها بهذا الشكل. نقوم بقص ساندويتش على 2 أو على 4 على حسب الذوق، وساندويتشنا صار جاهز للتقديم. ألف صحة وهنا عليكم. يمكنكم تقديمه مع بطاطس مقلية أو قطع بطاطس أو مع سلطة، كيف ما بتحبوا. ساندويتش جد رائع وجد غني وجد مفيد، فأتمنى أن ينال إعجابكم. شكرا لكم على الحضور، ونلقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. فهذا كان كلوب ساندويتش بأسهل طريقة كيف ما شاهدتم. أتمنى أن ينال إعجابكم. شكرا لكم على مشاركة الفيديو، شكرا لكم على الضغط على زر لايك، وشكرا لكم على الحضور. انتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.